درت تحاليل خلق لي بان فيها الكونسر. سرطان الثدي الهروة بوحدو كيمثل تقريبا واحد 36% ديال انواع السرطان عند المراه. اول مره فاش ضرتني عطاتني الصداع. في حاله لا لقات شي ولسيسه تمشي عند الاخصائي ديالها. اول ما بانت بانت ليا كبيره. ما معروفاش الى يومنا هذا. المرض هو ديال الله تعالى سبحانه له وما كيقتل ما فيحي. الهدف ديالنا ديما هي ان هذه الاشعه تعطى لواحد واحد الدقه اللي تكون كبيره. انا صايم شويه ما كترتاحيش. سرطان الثدي كيمثل هو السرطان الاكثر انتشارا عندنا في المغرب عند المراه المغربيه. فسرطان الثدي الهروة بوحدو كيمثل تقريبا واحد 36% ديال انواع السرطان عند المراه. ولا شدينا الحساب على اطار على المغرب كامل كنقدروا تقريبا بانه في المغرب كيتشخص تقريبا واحد 7000 حتى 8000 حالة سنويا وحالة جديدة ديال سرطان الثدي. أسباب السرطان الثدي ما معروفاش إلى يومنا هذا. يمكن يكون فيروس، يمكن يكون بعض المواد الهرمونيه اللي كتعطيها، يمكن كنقولوا من الاكل، من كثره المواد الدسم ديال الدسمه وقوه السكر، قله الرياضه، لا سيدونتاريتي، المراه كتبقى غير جالسه في دارها، هذا الشيء كاين. اللي تيقلبوا الثدي ديالهم تيحسوا بشي كره. هذا الشيء اللي كان شاري به العمل ومازال جاري به العمل. كتمشي عند الطبيب ديالها وكيداروا التحاليل وتنعرفوا ديك الساعه النوع ديال ذاك الورم واش سرطان ولا لا، واذا كان سرطان اشنو النوع ديالو. دابا بالكشف المبكر رجعوا الاطباء الاختصاصيين اللي في هذه المراكز الصحيه وفي المراكز ديالهم في المسحات وفي لي كابيني ديالهم في العيادات كيلقاو واخا السيده ما حست والو في الثدي ديالها لانه هذا الشيء ما كيعطي لا الام لا والو. كيلقاو هذه الاوران الصغيره كيف قلنا اللي الفائده ديالها العلاج تيكون سهل والنتائج مزيانه. وكاين ديبيستاج وهو اي امراه مثلا في المغرب اللي عندها 40 عام كتمشي لعند الطبيب اللي مخصص في الاشعاع وتيدير لها اون ماموغرافي دو ديبيستاج. تما كنلقاو شي حاجه صغيره بزاف ولا شي حاجه بحال الدقيق اللي حتى هي العلاج ديالها كيكون صغير وغالبا تيكون المرحله صفر ديال السرطان. يلاه الخلايا بداو كيتبدلوا. هادو هما ثلاثه الوضعيات اللي تنشوفوا. هذه راديو ديال الثدي لا ماموغرافي اللي كيتورينا الورم في هذه البلاصه باقي صغير. هذه التوموسانتيز ماموغرافي كذلك وكتبين بعض الاورام الصغيره اللي فيهم نص سنتيمتر او بعض المليمترات فقط. وكيمكن هنا العلاج كيكون من أسهل ما يكون في غالب الأحيان. التشخيص المبكر هو الديبيستاج. الديبيستاج ما تيجيش غير بلا ماموغرافي وليكوغرافي، هذا تيجي بالاشعه ضروري، ولكن ممكن النساء حتى هما يديروا واحد التشخيص يساهموا في التشخيص المبكر. هذا التشخيص المبكر هو انها مره تتقلب راسها
مثلا تتهز مثلا هكذا تهز يديها تتقلب هاد لو كادرون جنب جنب ان كادرون بار كادرون كاين الكادرون لو سهم كله فيه اربعه لي كادرون كاين لو كادرون سوبيريور كاين انفيريور وكاين سوبيريور انتيرن الداخلي و سوبيريور انفيريور انتيرن دونك هنا تدور دور على لو سهم كله شويه ومن بعد تتقلب حتى هاد الكرو اكسيلير بعض المرات يكونوا والسيسات الطابق ديالها ولا هذا نفس العمليه نديروها في لو سان الاخر في حاله الا لقات شي والسيسه تمشي عند الاخصائي ديالها وديك الساعه هو تيكمل الفحوصات ديال التشخيص الممكن كي يتشخص تقريبا واحد 7000 حتى 8000 حالة سنويا وحالة جديدة ديال سرطان الثدي. المشكل اللي كان يطرح عندنا في المغرب في سرطان الثدي هو أن النساء في أغلبية الأحيان كانوا كيتشخص المرض في واحد المرحلة اللي متفاقمة واللي كيتعطل فيها متأخرة بزاف واللي كيجعل أن العلاج كيكون صعب وباهظ الثمن والنتيجة كتكون تقريبا بدون نتيجة. ففي هذا الصدد مؤسسة لالة سلمى عملت واحد البرنامج ديال خاصة البرنامج ديال الكشف المبكر اللي في الأول كان واحد الحملات تحسيسية في الراديو في التلفزيون في المجلات اللي كي يجعلوا اللي كيدفعوا النساء باش يفحصوا يمشوا عند الأطباء باش يفحصوا الثدي ديالهم باش يكون واحد التشخيص مبكر وتوضعوا واحد العدد ديال التحلوا حاليا واحد العدد ديال المراكز مختصه في التشخيص المبكر وهاد المراكز تفتحات في جميع الجهات المغربيه. بطروا في المرض ديالهم لانه هو صعيب شويه ولا بطروا فيه كيكون خير وخا صعيب شويه هو الانسان شويه كيتمحل شي صغر هاد الايام شفتها اول ما بانت بانت ليا كبيره الحمد لله حيدتها وتعالجت درت 4 سنين عاود رجع ليا النهار الثاني طابق دابا هي حيدتها الحمد لله. من النساء اللي تيكتشفوا هاد الاورام تكون صغيره ولا كبيره خصهم اولا ما يتخلعوش ثانيا يشوفوا طبيب المختص في اقرب وقت واخا ما كاينش في العمليات الجراحيه شي حاجه مستعجله ديال القسام ولا قسمين ولا نهار ولا يومين. ثالثا قبل ما تكون اي حاجه خص يكون هذا الطاقم الطبي ويدرسوا الملف ديال السيده والحاله ديالها ويشوفوا شنو هو العلاج الملائم ليها. فاش تكون والسيسه عاديه صغيرة يمكننا تنبداو بالجراحة ومن بعد نرسلوها للأونكولوج هو اللي تيكمل لو تريتمون ديال الأشعة ولا الشيميوثيرابي. المريض ملي تيجي يدير الأشعة تيجي عادة تيدوز غير واحد 5 دقائق ما تيشوف والو ما تيحس بوالو ومن بعد تيدوز الناس الطاقم التقني تيديروا في الاشعه في الاله وتيشرف على ان هذه الاشعه هذه تدوز مزيان وخصوصا بدقه كبيره حيت حنا الهدف ديالنا ديما هي ان هذه الاشعه تعطى لواحد واحد الدقه اللي تكون كبيره باش ما تقش المسائل اللي ما تنبغيوش نقيسوا وتنمشيو تنديروا الاشعه في البلاصه بالضبط اللي تنبغيو نقيسوا. والحمد لله اليوم عندنا الالات اللي تيديروها وعندنا الالات اللي تيضمنوا لنا الكونترول يعني تمكننا نتاكدوا من هذه الفعاليه هذه ومن هذه الدقه هذه وهذا تطور كبير الحمد لله. في العلاج ديال سرطان الثدي تنحيدوا الولسيسات دي فوا تنديروا الكيراج اكسيلير تنحيدوا الولاسس كما تيقولوا هنا في الكرو اكسيلير
ومره مره دابا الا كانت لا تيومور وكان ديبيستاج بريكوس الفحص تيكون مبكر وتلقاو دي ليزيون صغار مثلا انفيريور 1.5 سنتيمتر ولا 2.5 سنتيمتر 1 سنتيمتر هنا يمكننا تنديروا واحد لو غونغليون سنتينيل واحد لاباراي تنحيدوا غير لو كيراج سوبرفيسيال باش ما يكونوش هذوك لي غرو بغا ديال لي فام. حاليا ولينا تنديروا ان تريتمون كونسيرفاتور سي هذه تتخلي البزوله ولا تيكون واحد لا ماستيت انفلاماتوار تيكون السام بادي لو كونسير واحد الحده. هنا من الاحسن ماشي لو جينيكولوج ولا الجراح هو اللي يبدا الجراحه، من الاحسن لونكولوج تيدير واحد لا شيميوثيرابي باش ينقص لنا من لا ماس ديال لا تيومور وتينقص لنا من لو فوليم ديالها، ومن بعد عاد باش تجي الجراحه من بعد. الوسائل الاولى هي زرع نوع من الاكياس ديال البروتيز مثل هذه اللي كتكون تحت الصدر واللي كتدخل من تحت منه وكتعطيه واحد الحجم. بالطبع ان هذا الحجم كيتغير من حاله الى اخرى اللي كيكون عندها صدر صغير مثل هذه او يكون كبير، وكنمشيو باش نديرو الحجم اللي كيناسب الصدر ديال المراه. اما بما يخص الراس ديال الثدي بعض المرات كنديرو فيه ذاك الوشام اللي كيشبه جهه اخرى باش كيكون تشابه. هذه الحاله اللي ما كيكونش فيها واحد الجراحه ثقيله. بعض الحالات كتكون واحد الجراحه اثقل منها اللي كناخذوا واحد الطرف يساوي على هذاك اللي حيدناه من الظهر وكنقلبوه وكيتسمى لو لومبو دورسال اللي كينزع وكيدار تما. الحاله الثالثه وهي المرأة اللي ما كتكون عندها واحد البطن ديالها متلاشي وكتكون واحد زيادة في الحجم منه، واحد الطرف من ذاك الحجم ديال البطن هو اللي كنهزوه وكنغيروا الموقف ديالو وكنديروا به التدي. النساء خصكم واحد الحياه اكيليبري ومنظمه، يديروا شويه الرياضه شويه المشي. راك درنا واحد الحصه في هذه واحد 15 يوم على المشي، نمشي واحد 30 دقيقه يوميا. والاكل يكون الريجيم نقي والخضار والفواكه الطريه، وما نحميو راسنا من هادشي اللي مقلي في الزيت بزاف، قوه الشحمه وقوه المسائل هادشي الجديد. بعد النوبات وصافي. الصديقات اللي كيدويو مع الناس اللي عندهم العيالات والنساء اللي عندهم هذا المرض يساعدوهم نفسيا ويشجعوهم ويخرجوهم يدوروا ويديهم للمسجد يصليو، ما يديروش الجنازه في الدار ويبداو يخلعوهم ويقول لهم غتموتوا في الضيط. الموت بيد الله، الطب لا يعالج الموت، ما كيعرفش كيعالج المرض. سرطان الثدي خاصه كننصحوا جميع النساء اللي كيوصل السن ديالهم اللي عندهم السن من 45 سنة للفوق باش يكونوا يمشيو يقلبوا الثدي ديالهم. ما يتصنتوش للعيالات ويبطروا براسهم بكري، تشحال العيالات البرا ولا لاباس عليهم. العائلات والصديقات اللي كيدويو مع الناس اللي عندهم والعيالات والنساء اللي عندهم هذا المرض يساعدوهم نفسيا. داكشي عادي، المهم الانسان يصح. كنتمنى كلشي شفاء. بالنسبه للتغطيه الصحيه حنا كاطباء ديال القطاع الخاص ما عندناش كما تعرفوا التغطيه الصحيه الا بالنسبه لنا لا بالنسبه للعائلات ديالنا. جيت اول حاجه تفاجات بها هو انه ما كايناش التغطيه الصحيه، وان الطبيب اللي يمكن يكون مريض ما كيلقاش واحد العلاج مباشر وما كيلقاش واحد التغطيه صحيه. امل اللي قريب باقي ما جبش ما شفنا حتى شي حاجه. الدهنيات هي اللي موجوده هنا، هي كتبان، هي هذه اللي كتمتص من داخل الجسم. اللي كيهمنا هو حتى الحجم اللي بقى في البطن ديالو
باش نعاونوه في الحي. وحدينا هاد الخلايا مثلا اللي كانوا في الكرش او في الصدر بغينا نتفاهموا عليها، هي اللي كتكون المسببه في عدة من الأمراض، ومنها السكري، ومنها زيادة في الكوليسترول أو في ضغط الدم. لماذا؟ لأن هذه الخلايا الموجودة داخل الجسم تكون عندها واحد المواد مضادة للمواد العادية اللي عندنا، مثلا مادة سميتها ريزيسين ضد الأنسولين أو لونجوتونسين، أو اللي ما كتساعدش على الكوليسترول أنه يستعمل. الطريقة اللي كتنقص الحجم ديالها مثل العلاجات بالإبر أو جراحة المعدة أو التغذية، وكاينة طريقة مباشرة اللي كتنزع هذا السبب هي الخلية، وهي إما بالشفط وإما بنزع واحد منطقة معينة. نزع هذه الكيمياء من الخلايا بالطبع أنها غادي يكون عندها واحد الفوائد مباشرة على الأمراض والأعراض ديال السمنة، وهذا الشيء اللي شفناه في عديد من الحالات اللي قدمناهم في هذا البرنامج. الحالات اللي كان فيهم السكري وكان فيهم الضغط وكان فيهم الكوليسترول، ويتبين بعد ما أننا وصلنا أن نقصنا في الوزن ديالهم بواحد الطريقة مهمة والعدد ديال الخلايا، أن الحالة ديالهم رجعت طبيعية وتعادلت. السلامة. الآن بعد ما انتهينا هذه العملية اللي استغرقت قبل ساعة، وزعنا فيها حوالي 7 لتر ديال دهنيات، كنتمناو أنها تساعدو باش تزيد تنقص الوزن ديالو. ولكن الهدف ديال هذا الشرط اللي درناه اليوم هو بالعكس، ماشي غير باش ينقص في الوزن ديالو، باش المظهر ديالو يزيد يتحسن أكثر، استيتيك مظهر ما هو نقص الوزن. ونتمناو الله أن نوصلوا النتيجة اللي كنترجعوها، ومن بعد نشوفوا إلى نقص المياه أو كم زيادة أو تلاشي ديال بعض المناطق معينة، غادي تكون عملية أبسط وغادي يمكننا نديروها إن شاء الله بنجاح. بخير لاباس عليك؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك. لا لاباس، كيداير؟ الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. 24 ساعة. 24 ساعة الحمد لله. أنا بغيتك تحيد هذا. أييه؟ تحيد الأولى. استرتي. شو الحمد لله على السلامة. الحمد لله، خصها باش ما تبقاش عنده الدنيا هنايا، تجمع هكا باش تقاد هادشي يكون مزيان. تبارك الله، هادشي راه كله حيدناه، عيدنا هنا باش ما يبقاش هادو خارجين هنا. دور سي محمد. هذا سكدي من هذه تكون مجمعات باش ما يكونش التنيات يكونوا في الكور، يبقى هكذا هكذا ليت. زيد فازي فازي دور دور فوالا زيد دور دور. الحمد لله الحمد لله. دابا بقات عليك 7 كيلو ولا بدا خصك تعطيها لنا؟ لا نعطيها لك بس اعطي له ويلد. التحاليل ديال الكونترول ديالو كلشي الحمد لله مزيان، ما كاين حتى شي مانع انه باش يدخل الحضور الاخر. بالطبع غادي خصو يتبع هذاك العلاج اللي عطيناه، سيرتو على واحد الدواء باش يكون سائل الدم يكون محترم، وباش ما يكونش فيه الحريق، ولا لان بعد العمليات كيكون هو تغزاز شويه في العضلات فقط. ولكن تبارك الله هو ما عنده والو الان، ونشوفوه اليوم الاربع غادي يحيدوا له هذا الشيء، ونهار الاثنين ان شاء الله يجي للكونترول باش نشوفوه، ومن تما عنده باش يكملنا ان شاء الله هذه 100 كيلو ان شاء الله. الحمد لله على السلامه. شكرا لله عليك. الحمد لله عليك. برافو عليك برافو عليك برافو عليك. لا برافو عليك انت. ايوا علينا بجوج. يا الله علينا بجوج. انا درت وتعبت اللي كملت. لا 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 ما عندي ما نكمل، لا عندي ما نقول ان شاء الله نكملوا. لا صافي غادي نكمل كل شيء بخير الحمد لله على السلامة. الله يسلمك سيدي. الله يبارك فيك ويسلم على الوالد. الله يسلمك. يلاه نشوفك الله يحفظك.
واش كتشوفها غير واحد التحدي وصلتي ليه ومن بعد غادي تزيد في الوزن او واحد النتيجه اللي كنتي كتنتظرها ولا غتبقى فيها؟ هذه النتيجه اللي وصلت ليها الحمد لله، نتيجه بواحد الجهد الحمد لله. انت ساعدتيني، امبوسيبل انني نرجع انا عاوتاني سمين. جي باقا متبعاه وباقي ماشي عندي خوف، ولاني باقا باغا نمشي في زعما الماكله. ما نكذبش عليك، بيني وبينها غير تقار دابا.